غواصة نهاية العالم، تسونامي إشعاعي، سلاح روسي قادر على محو مدن كاملة. تحمل على متنها 6 توربيدات أو صواريخ نووية، حجم الواحد منها بحجم حافلة مدرسية. لديها القدرة على توليد موجات تسونامي إشعاعية ضخمة في البحار بطول 500 متر. القوات البحرية الروسية تسلمتها فعلياً، وهي حالياً قيد التشغيل التجريبي مع الأسطول الشمالي قبل مباشرة مهامها بصفة رسمية في أسطول المحيط الهادئ. تسليم الغواصة أمر مهم جداً بالنسبة للبحرية الروسية التي تم فيها تطبيق الإنجازات العلمية المتقدمة وأحدث تقنيات البناء. الغواصة بلغرود K329 يبلغ طولها 184 متراً ووزنها 30,000 طن، وهي أكبر غواصة تصنع منذ 30 عاماً. يتم تزويدها بالطاقة عن طريق مفاعلين نوويين، مسلحة بحمولة نووية تصل قوتها إلى 100 ميجاطن. تم تزويدها ب6 توربيدات نووية مسيرة من طراز بوزيدون بعيدة المدى. بوزيدون توربيد مسير يمثل عنصر القوة والحسم في هذه الغواصة، وهو أكثر أسلحة الدمار الشامل رعبا للخصوم. فمع تطوير الولايات المتحدة لنظام دفاع صاروخي مضاد للصواريخ الباليستية، بدأت روسيا في تطوير قدرة استجابة هذه الغواصة للغطس العميق. هذه الغواصة العملاقة أكبر من أي شيء لدى الغرب، حتى البحرية الأمريكية نفسها. لدى بلغرود مسيرات صغيرة قادرة على تنفيذ مهام سرية مثل قطع كوابل الإنترنت تحت سطح البحر. تقارير أمريكية أفادت أن كل السواحل الشرقية للولايات المتحدة يمكن أن تصبح أهدافاً للغواصة بلغرود، كما أنها ستسمح للقوات البحرية الروسية بفرض سيطرتها وهيمنتها على القطب الشمالي. لكن المهمة الأساسية لبلغرود هي توجيه الضربة النهائية في حال نشوب حرب نووية. فقوتها التدميرية يمكن أن تضع نهاية للحضارة الإنسانية في غضون 30 دقيقة فقط. على الجانب الآخر، فلهذه الغواصة قدرات تقنية كبيرة تسمح بإجراء أبحاث علمية متنوعة وعمليات إنقاذ في المناطق النائية في المحيط. ومع كل هذه الحقائق المخيفة عن بلغرود، يبقى السؤال هنا: هل ستضطر روسيا لاستخدامها يوماً ما؟ أم أن كل ما في الأمر هو عرض لقدراتها النووية لا أكثر؟